قلت لي يا خويا سميتي صلاح الدين شارفين خويا المرضي هادي خويا كنصعور قبوره كنغسلوهم كنصبغوهم كنحيدو الشوك نعاودو السميه كنقادو الكليان كلشي المهم عاد نخليو الحباب اللي زايرين نخليهم على راحتهم المهم تحيد لي الشوك وداكشي اللي غيعذبو بحال كيكون جنافهم الشوك كيبغيو عباد الله كلياني يدخلوا باش تقاف تقرب حداه هادشي اللي كنديرو حنايا خويا المرض شويه المشاكل اخويا النظافه اخويا مكلفينش بهاد المرض نهائي انا ماشي مسؤوليه ديالي ما كاينش شي واحد اللي مسؤول على النظافه بحال هكا هاد الدعاب وهاد تشوف الغفران المقبره ديالنا وتقام عيب اخويا حنا كيبقى فينا الحال حنا كندخلوا حنا خدامين هنا في الحال ما كنشوف بحال هكا الزبل مليوح في مكانه واخويا كليان خويا كيجيو يزوروا الله يرحم ليه من الوالدين عباد الله كيجيو يزوروا الحباب دابا الشمس دابا على الشمس توصل عاوتاني مع الصباح كانوا الصباح توصل عاوتاني العشيه كيجيو عاوتاني الحمد لله كلشي منظم ما كاينش شي واحد اللي مراقب منظم الامور هادشي الصالح ديال كلشي اخويا الصالح ديال المؤمنين كاملين قوا الموحد ديالهم زوين قال لك اخويا النظافه من الايمان والله يهديهم الله يهديهم اخويا الزين ندور لك واحد النظره ديال اللباس وداك الشيء اخويا دابا كاين لك شي دريات شي عيالات كتشي موجهين لابسين شي لحد هنا وما داك الشيء ماشي ما ساترش العوره ديالها وكاين اللي دايره خو الخال هنا كله طالقه شعرها كاين اللي كيتنعس على الميت كتبقى تبكي على داك الشيء كامل ما كاينش داك الشيء ماشي ما خصوش يكون اخويا خاص المراه تدخل من الداخل تدخل محجبه وخا لبس انا كتلبس برا نقول له حريه ديالو كاين اللي تجي المؤامرات تستر فهمتش حاجه جينا عند 200 خصنا نتخشعوا خاص ما فهمتش تشوف هذيك الطريقه قلبك كي تخشع من الداخل حتى لداخل تزور ميش راه حنا واحد النهار نكونوا هنا ماشي شي حاجه اخرى هذا الشيء نطالبوا خويا الله يديم خلق وصافي هذا الشيء السيكيريتي الامل السيكيريتي قليل السيكيريتي هنا السيكيريتي تلقى واحد الباب حراك شي كي دخلتي انت لقيتي الجوندارم حاطين واحد دول مع جوج ديال الباب وجوج حدا الباب الاخر هذا الشيء اللي كاين اخويا ما تقول لي السيكيريتي لداخل ما كاينش بعد ما تلقاتي دويت يا بالينا بالينا دري لا حشومه سا نقول لك المرضي هذه واحد الحاجه نقول لك كاين شي دراري هنا يمشي كلشي ماشي كلشي كاين شي دراري هنا ما كاينش ما غير داك الشفاره ندوي كاين شي دراري هنا مره كتجي تزور كتحط تليفون على القبر وكتمشي كيلاحقوا عليها شي واحد في الشكل مرضي الوالدين كيلاحقوا عليها ماشي مسخوط الوالدين مسخوط الوالدين راه اللي جاي يشفر حاج كاين اللي كيجي يشفر كاين اللي كيجي يدبر على راسه وتشفر هادشي اللي بنقول له انا ما جيتش للمقبره ويشفر ولا يدير شي حاجه خايبه دير عيب بغى يدير شي حاجه ديرها برا هذيك ماشي عيب اما جي هنايا بلاصه عندها حرمه بنادم كيجي يبغي يرتاح مع عائلته حنا كندخلو كنتخش حنا كندخلو كنتخش تفرقه ممنوع شي واحد ممنوع شي واحد يدخل دفن جديد ممنوع شي واحد يدخل اللي يلاه دفنهم جداد ممنوع شي واحد يدخل منظمين تمايا ممنوع شي واحد يدخل باش يخلوا عباد الله مع الله ميتين بنادم كيخلوهم على خاطرهم باش ما تبرطش شي واحد كله باغي كلوش باغي الله يحسن العون اخويا الله يهدي ما خلق اخويا الله يسهل على الجميع انا ما كرهناش لي ام حسن خويا المرض الحمد لله كاينه تمال والله الله البارح رجعت مدقدق غندويو اخويا على واحد الناحيه ديال تماره ماشي حنا جايين كنخدموا كنضربوا تمار شوف مولفين تمار باش ندير وجه شمال كلشي كيعرفني المهم غندويو على واحد النقطه كتداون على قبيله ديال العريانات وديال اللي كيجيو يدخلوا الروضه الباس كاينين شي دريات كيجيو الروضه على قبل هذاك اللي خدام كيضرب في تماره باغي نمرتو شحال من دريه كتاخد مع الدين النمره كنت عايط ليه وكنموهن ماشي كبير بزاف ابار نزيدك كنكون طايح في قبر كنكون خدام في قبر والفقيه واقف شي كنت نسمع خلي لي النمره ديالك باغي ندير لبنتي هادشي كامل كنشفناه بعينينا وشفت البارح واحد المره دفناش شو بعيني وحيدتو دفناش البارح فم ديال واحد السيده دفناها شوف في قبر شفتها بعيني كنقاد لها في قبر شفتها بعيني ونقول لها لا قالت لي لا خل مشاش ونحايد داك حايد الفم من شم نزيدك لا في الجداد لقيت سحور شديت واحد شا كبلت عليه زدت بحال هادشي دوينا على تماره كنضربوا تماره ولكن مهما انت جاي باغي تضرب تماره باغي تدبر على راسك واش فهمتي ولا لا؟ انا يلاه فايق منها يلاه دخلت واش حنا ماشي مسلمين باش ما تضركش خاطر حنا ماشي مسلمين اقول لك راه كيف ما غاتادي واحد اخر واش ادي واحد اخر هادشي عليك شتي واش فهمتي ولا البنادم كيخاف هذا راه الشرك
فهمتي ولا لا؟ هذا الشرك بالله. حنا كنامنوا بالله بزاف. المهم نكمل لك اخويا، علاش كنتي داوق بول على التمر وعلى السرقه ولا الدراري كاملين ديال الروضه؟ حنا مو السيكيريتيات ديال الروضه، حنا هما الكاردياناش ديال الروضه. انا بحال ما هكا واقف وكنقول لك كنقول لك كنكون بعيد، اما كاينه امراه وحده وشحال مره كنخلو الطوموبيلات يدخلوا، راه هو موطور كنشبع الطوموبيل بموطور كشبه لي السيده ما كانش باغا تزور حتى ولا شبك هربان. نوقف كنقول لها اختي راه ما كاين والو على الكارت ديالي ديما راه سينون حدين اخرين. شكون هما؟ شكون هما اللي كيدخلوا كيمشيو كيدير والو كيمشي ياخذ باغي ياخذ فلوس صح؟ قال لك اخويا ما دير والو ما دير والو وباغي يمشي ياخذ فلوس. لا حنا راه كنخدموا كنضربوا شام، راك شحال الشوك دور كامل شحال الشوك صبغ كدير شكالي. ومني كتشوف السيده انا من انا وجبد الله يرزقني في صحشي ود الناس هادو الله يرحمهم. كنشوف شي امراه كنشوف ما كنطمعش اللي عندها راه غتعطاك شي كيخلص على شي عندها راه غتعطاك ما عندهاش. كنقول لها المهم شي واش عندك باش تركبي؟ كتقول لي والله ما عندي. كنجبد فلوس كنقول لها كدير جهاد زوراك اخويا خويا. المهم راه الجوندارم ديال الروضه راه عارفيننا وتصاورنا كاملين كاع الدراري كاع التصاور ديال الدراري في الروضه كل واحد عنده تصوير شوم يعني راه مشات شي لعيبه مشات لهذا شي لعيبه يجيبوك التصويره هذا هو هذا يجيولك حتى للدار ماشي مشكل اخويا. المهم هذه المقبره كناكلوا منها كنشربوا منها الحمد لله دير خير في عباد الله بزاف شي عدد لا نقول لك شر ما تخيل. والله يتم عايشين انا خدمت فيها والله يتم عايشه الحمد لله والله يتم شي بخير شي واكل شارب من بعد من الصداع بخير الحمد لله ندير والله يشهد شي كيوقف معانا وحق الله كنخرجوا برا هادشي كيبقى واقف معانا الخير اللي كنديروه هنا ولا كيوقف معانا الحمد لله الله يسهل على الجميع. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.